صباح الخير أعزائنا مشاهدي فضائية العراق التربوية وطلبتنا طلبة الصف الأول المتوسط. أهلا وسهلا بكم في درس مباشر آخر من دروس الرياضيات، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. سيرافقني المشرف العلمي الاختصاصي لمادة الرياضيات ويخبرنا عن درسنا لهذا اليوم. صبحكم الله بالخير أستاذ عبد الله. أهلا أستاذ سماح، صبحك الله بالخير وصبح طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الأول بكل خير وعطلة عيد سعيد لكم ولعوائلكم الكريمة. طلبتنا الأعزاء سيقدم لكم الأستاذ سماح المحترم درسين في هذا الدرس، هو الدرس الثاني والدرس الثالث من الفصل السادس. الدرس الثاني راح يكون الحجوم للأشكال المجسمة المكعب ومتوازي السطوح المستطيلة، ثم بعدها وخلال نفس هذا الدرس المساحة الجانبية أيضا للأشكال المجسمة وللشكلين المذكورين أيضا. تفضل عين أستاذ سماح وبارك الله فيك. شكرا أستاذ عبد الله. نعم أعزائنا الطلبة، اليوم موضوعنا هو راح يكون حجم المكعب ومتوازي السطوح المستطيلة ومساحتهم الكلية ومساحتهم الجانبية، وهذا هم الشكلين إن شاء الله اليوم راح نتكلم عليهم بالتفصيل. نعم أعزائي الطلبة، موضوعنا لهذا اليوم هو حجوم الأشكال المجسمة المكعب متوازي السطوح المستطيلة، وهو الشكل الآخر. فنتكلم عن المكعب أعزائي الطلبة، هذا هو المكعب كما هو واضح في الشكل أعزائنا الطلبة، هذا هو المكعب. تعريف المكعب: الجسم الذي تكون وجوهه الستة على شكل مربع، كما يمكن أن نقول عنه موشور رباعي قائم، ارتفاعه يساوي طول ضلع قاعدته، أي أن الأبعاد الثلاثة للمكعب متساوية الأطوال. طبعاً إحنا تكلمنا عليه بموضوع سابق أنه المكعب هو أيضاً يشكل يسمى منشور، أخذناها بصفات الأشكال المجسمة. نعم أستاذ عبد الله، أخذنا هذا الشكل أكيد أستاذ وسميناه المنشور. نعم أكيد أستاذ سماح، وأنت حضرتك إن شاء الله هسه راح تطرقنا على مثل ما تفضلت على تعريف المكعب. نعم، والمكعب مثل ما تعرف بستة أوجه، كل وجه من أوجهه هو مربع. إن شاء الله في خلال هالدرسين أستاذ سماح راح ناخذ بضمن الدرس الأول هو الحجوم لكل من المكعب ومتوازي السطوح المستطيلة. الفرق طبعا واضح، هو الفرق بين نسميه مكعب راح تكون إلى خصوصية أنه الأوجه المربعات، بينما متوازي السطوح المستطيلة لا، راح حسب الأوجه راح تكون مستطيلات، قد تكون القاعدة مربعة والأوجه مستطيلات أو العكس، تختلف الأبعاد. طبعا الأبعاد راح تكون مختلفة والأحرف أيضا راح يكون بها اختلاف عن المكعب. احنا سميناه منشور بمواضيع سابقة. نعم، ضمن ممكن في مواضيع أخرى أطلق عليه تسمية المنشور. راح ندخل إن شاء الله ناخذ بالجزء الأول مثل ما قلنا الحجوم، ثم ناخذ المساحات، المساحة الجانبية والمساحة الكلية طلبتنا الأعزاء. سيمر عليها أستاذ سماح بالتفصيل بالنسبة للحجم والمساحات إن شاء الله خلال هذه أو هذا الدرس. نعم أستاذ سماح، إذا كان لديك حول هذا الموضوع أي تفصيل آخر. يعني نتكلم على المكعب، نحكي عن صفاته. نعم، هو متكون هذا، نكمل تعريف المكعب أعزائنا الطلبة، أي أن الأبعاد الثلاثة للمكعب متساوية الأضلاع. وللتفصيل، يتكون المكعب من ستة أوجه مربعة الشكل وثمانية رؤوس وزوايا قائمة واثني عشر حرفا. ما هو الحرف؟ ما هو الرأس؟ ما هو الوجه؟ لاحظوا أعزائنا الطلبة، هنا هذا هو الحرف، هذا هو يسمى الحرف، وهو المستقيم الناتج من تقاطع سطحين، وتكلمنا عليه بمواضيع سابقة كم حرف لديه. وكذلك الرأس، هذا هو الرأس، هو نقطة تقاطع ثلاثة مستويات، وهذا هو الوجه، كل وجه منهم هو بشكل مربع. هذا هو أعزائنا الطلبة، هذا هو المكعب بست أوجه أربعة جانبية، ووجه فوق ووجه أسفل، كلهم أشكالهم مربعة ستة أوجه مربعة، هذا هو المكعب.
ما هو حجم هذا المكعب أعزائنا الطلبة؟ هذا قانون حجم المكعب. حجم المكعب لمكعب طول حرفه L بصورة عامة، حجم المكعب طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف. أنت اكتب هذا بالرموز عزيز الطالب. ال V يساوي L في L في L، ثلاثة أبعاد. L في L في L هو حجم المكعب. ال V هو من الفوليوم، رمز الحجم، تمثل حجم المكعب. والL يمثل طول الحرف، تمثل طول حرف المكعب. خلي ناخذ هذا المثال البسيط عن حجم المكعب. مثال جد حجم المكعب طول حرفه 6 سنتيمتر. هذا هو أعزائنا الطلبة، هذا هو المكعب طول حرفه 6 سنتيمتر. حجم المكعب طول الضلع في طول الضلع في طول الضلع، أو تقدر تختصره L في L في L وتعوض طول الضلع اللي هو 6 في 6 في 6. هذا أعزائنا الطلبة، هذا ال V هو الحجم، يساوي L في L في L. إذن ال V يساوي طول الحرف هو 6 في 6 في 6. إذن ال V يساوي 6 في 6 36 في 6 216. تبقى الوحدات هو سنتيمتر، إذن سنتيمتر تكعيب. أعزائنا طلبة الحجوم دائما وحداتها وحدات مكعبة، والمساحات وحداتها مربعة. نأخذ مثال آخر أعزائنا الطلبة، وهو هذا عن خزان الماء. خزان الماء على شكل مكعب طول حرفه 3 متر، يصف فيه الماء بمعدل 9 متر تكعيب في الساعة. احسب الوقت اللازم ليمتلئ بالماء. هذا خزان على شكل مكعب أعزائنا الطلبة، طول حرفه 3 متر، يصب فيه ماء بمعدل 9 متر مكعب في الثانية. يقول كم ساعة يحتاج لكي يمتلئ؟ أولا نجد حجم هذا الخزان اللي شكله مكعب، ومن ثم نقسمه على المعدل، معدل صب الماء فيه. إذن أعزائنا طلبة، حجم المكعب V يساوي L في L في L. إذن ال V يساوي 3 في 3 في 3. ال V يساوي 3 في 3 9 في 3 27 متر مكعب. الآن أقسم 27 تقسيم المعدل الذي هو 9. 27 تقسيم 9 ويساوي 3 اللي هو 3 ساعات. هذا 3 ساعات يحتاج يمتلئ هذا المكعب. ننتقل إلى مثال آخر وهو من المسائل الحياتية. أيضا خزان أعزائنا الطلبة، خزان ما على شكل مكعب طول حرفه 3 متر. أيضا هذا خزان، وأيضا طول الحرف مالته 3 متر. فيه كمية من الماء يبلغ ارتفاعها، إذا واضحة بالرسم أعزائنا الطلبة، فيه كمية من الماء ارتفاعها 3 متر. 1.5. العفو، ارتفاعه 1.5، والمتفرغ منه أيضا 1.5، لأن طول حرفه 3 متر. هذا معناه أن الخزان ممتلئ لنصفه، ممتلئ لنصفه. يبلغ ارتفاعها 1.5. احسب كمية الماء التي تلزم إضافتها إليه ليمتلئ تماما. أعزائنا الطلبة، هذا هو الخزان، طول حرفه 3 متر، صب فيه الماء فأصبح على ارتفاع 1.5. البعدين الطول بقى 3، العرض بقى بعدي 3. القاعدة، نعم بعدي القاعدة. الذي تغير هو الارتفاع، أصبح 1.5. هو كان الحرف الأصلي 3، ارتفع 1.5 أي نصف المسافة، أي هنا امتلأ نصف الخزان. نعم. هو لا يطلب ماذا امتلأ، يطلب بعد ايش قد يحتاج حتى يمتلئ. هو بنفس الكمية، المادة الماء الموجود هو نفس الفراغ الموجود، فاحنا راح نطلع كمية الماء هي نفسها اللي راح تمتلئ بها الخزان. نعم. عفوا استاذ سماح، اذا هو الشكل الخزان هو مكعب. نعم. عندما ملئ بالماء الى ارتفاع 1.5، الماء او الماء شكل جسما جسما ذي ثلاثة أبعاد، تغير فيه ارتفاعه، يعني تحول من
الحجم الشكل المكعب اللي احنا دا ندرسه اللي هو الخزان، لما ملئ بالماء 1.5 متر أصبح الماء يمثل شكل متوازي سطوح مستطيل. قاعدة المكعب أبعادها واضحة وهي نفسها قاعدة السائل، 3×3 ما تغيرت، لكن الارتفاع نقص. هسه أستاذ سماح راح يوجد حجم الماء، نعم، اللي هو يمثل متوازي سطوح مستطيلة، متوازي سطوح مستطيلة، ثم هو نفسه كمية اللي يحتاج. أحسن، نعم، شكرا أستاذ عبد الله. عفوا أستاذ. نعم أعزائنا الطلبة، الحجم رمز في يساوينا 3×3×1.5. الفي لاحظ أعزائنا الطلبة، صحيح هو تغير شكله والموضوع المتوازي سطوح المستطيل هو الموضوع اللي وراه، لكن هو هذا السؤال. 3×3 = 9، هاي البعدي القاعدة، الارتفاع هو 1.5، 3×1.5 9×5 5 4 5 باليد 4 9×1 13 13. نرجع المرتبة واحدة، نعم. إذن حجبه 13.5 متر، الوحدات هي متر، إذن متر تكعيب. هذا حجم الماء الموجود بالخزان، هو نفسه اللي أحتاجه لكي يمتلئ، لأن نصف الخزان هو يقول شقد يحتاج. أيضا نحتاج 13.5 متر مكعب لكي يمتلئ الخزان. لاحظ عزيز الطالب، بما أن ارتفاع الماء داخل الخزان هو نصف ارتفاع الخزان، إذن أيضا يحتاج 13.5 كمية الماء لكي يمتلئ. استاذ سماح، هنا قد طالب من الطلاب يسالك يقول لك انا اوجد مثلا الحجم الكلي للمكعب واطرح منه حجم السائل يطلع لي المتبقي، ممكن الطالب ايضا نعم بنفس الطريقه. استاذ عبد الله يقول نجد حجم المكعب بصوره عامه 3×3×3، نعم، 27 ناقصا حجم السائل، السائل يطلع حجم اللي احتاج، ايضا طريقه ثانيه. لكن انت اختصرت الطريق وبارك الله فيك. نعم، شكرا استاذ عبد الله. عفوا. الان اعزائنا الطلبه هو الشكل الاخر، متوازي سطوح المستطيله، هذا اعزائنا الطلبه متوازي السطوح المستطيله عندما لا تتساوى ابعاده الثلاثه، قد يتساوى بعدين او يختلف ثلاثه ابعاد فيه، يكون شكله متوازي سطوح مستطيله. ايضا سوف ناخذ حجمه. نعم أعزائنا الطلبة، هذا هو الشكل متوازي السطوح المستطيلة. ما هو تعريف متوازي السطوح المستطيلة؟ هو جسم كل من قاعدتيه مستطيل وجميع وجوهه جانبية مستطيلات، ويكون كل وجهين فيه متقابلين ومتطابقين، ويقاس حجمه كالآتي. حجم متوازي السطوح المستطيلة هي مساحة القاعدة في الارتفاع، وتقدر تختصرها بهذا القانون، الفي الحجم يساوينا الطول في العرض في الارتفاع. هذا ال من لينث طول، وهذا W من ويث العرض، وهذا H من هايت الارتفاع. استاذ وين الطول وين العرض وين الارتفاع؟ هذا هو واضح في الشكل، هذا هو الارتفاع H، لاحظ عزيزي الطالب هذا هو الارتفاع H، وهذا طول متوازي السطوح L، وهذا العرض لمتوازي السطوح اللي هو W. راح نستفاد من هذا القانون في إيجاد حجم متوازي السطوح المستطيلة. هذا مثال أعزائنا الطلبة، جد حجم متوازي السطوح المستطيلة أبعاده 8 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، وأيضا الشكل موجود ويا السؤال هذا. وإذا ما انطاني شكل مو فد مشكلة. لاحظ الطالب، 8 سنتيمتر تمثل الطول، والأربع سنتيمتر تمثل العرض، وثلاث سنتيمتر تمثل الارتفاع. إذن الثمانية هو هذا ال الطول، الأربعة راح يمثل ال W اللي هو العرض، وثلاثة راح يمثل ال H اللي هو الارتفاع. حجم حجم متوازي السطوح المستطيلة V يساوينا L في W في H، الطول في العرض في الارتفاع. الطول هو 8×4 في الارتفاع 3، 8×4 32،
في 3 الفي يساوينا 3 في 2 6 3 في 3 9 وبما انه حجم والوحدات سنتيمتر اذا سنتيمتر تكعيب هو حجم متوازي السطوح المستطيله. سؤال اخر هو سؤال تحدي اعزائنا الطلبه، تحدي هو ربط بين متوازي السطوح المستطيله والمكعب. خلينا نقرا هذا السؤال التحدي، سؤال التاسع. قررت شركة حلويات تغيير شكل العلبة من متوازي السطوح أبعادها 8 2 4، أي طولها 8 عرضها 2 ارتفاعها 4، إلى علبة مكعبة. يردون يغيرون متوازي السطوح المستطيلة هذه العلبة إلى مكعب بحيث تبقى سعتها، السعة هنا تقصد الحجم، هنا يقصد بالسعة الحجم، بحيث تبقى الحجم نفس الحجم. جد طول حرف العلبة المكعبة، جد طول حرف العلبة المكعبة. أعزائنا الطلبة هم غيروا هذه علبة الحلويات من متوازي سطوح مستطيلة إلى غيروا شكلها إلى مكعب، بس هو حجم هذا متوازي سطوح مستطيل، حجم العلبة اللي بشكل متوازي سطوح مستطيل نفس، بقى نفس الحجم. يقول ايش قد طول حرف العلبة المكعبة؟ احنا سهل مر علينا سابقا شلون نطلع طول حرف لحجم، هو الجذر التكعيبي للحجم، طول الحرف يساوينا الجذر التكعيبي للحجم، بس انا اصلا الحجم ما عندي، لذلك ايش راح اسوي؟ راح استفاد من متوازي السطوح المستطيله، لان هو قال وتبقى سعتها ثابته، اي يعني بقوا نفس الحجم. راح اجد حجم متوازي السطوح المستطيله موجود الابعاد 8 × 4 × 2 وهي نفسه حجم المكعب. استاذ سماح بس قبل لا تحل بس توضيح، قد الطالب تكون الفكره شوي يقول لك شلون يبقى نفس الحجم، تخيلها انه شلون هذا الطين اصطناعي بالضبط. نعم. على شكل متوازي السطوح المستطيله، اذا بديت انت تضغط بها هو ماده الطين بقت هي نفس الماده، ما تغيرت ولا ضفت لها ولا اخذت منها، بس ضغطتها من شكل اسطوانه الى مكعب. الى مكعب. نعم استاذ. شكرا استاذ عبد الله. اهلا. نعم أعزائنا الطلبة، هذا هو حجم متوازي السطوح المستطيلة. الفي يساوينا الطول في العرض في الارتفاع، الفي يساوينا 8 × 2 × 4 الأبعاد، وأوجدت الحجم اللي هو 64 حجم العلبة اللي شكلها متوازي سطوح مستطيلة، وهو نفس حجم المكعب العلبة اللي شكلها مكعب. إذن أصبح إيجاد طول الحرف سهل، هو الجذر التكعيبي للحجم. إذا أعزائنا الطلبة، حجم المكعب هو الـ V يساوينا L تكعيب أو L في L في L. الـ V أوجدناه هو 64، ليش؟ لأن هو بالسؤال يقول بقى نفس الحجم، حجم العلبة بشكل متوسط ومستطيلة هو نفس حجم شكلها من صار مكعب، إذا بقى الحجم 64 يساوينا L تكعيب. ال 64 هي ناتجة من 4 تكعيب، ناتجة من 4 تكعيب، إذا ال L هو اللي كعبناه وطلع 64، فعلا لو طالب من عندي حجم المكعب اللي طول حرف 4 راح أقول 4 في 4 في 4، 4 في 4 16 في 4 64، أيضا حجم لهذا المكعب. وتستطيع أعزائي الطلبة، أعزائي الطلبة تستطيع من هذه الخطوة تكتب الـ L يساوينا الجذر التكعيبي للـ 64، أيضاً الـ L يساوينا 4 سنتيمتر وحدات هذا السؤال. ننتقل أعزائنا الطلبة إلى المساحة الجانبية والمساحة الكلية لنفس هذه الأشكال المجسمة، المكعب ومتوازي السطوح المستطيلة. المكعب سوف أجد له مساحة جانبية ومساحة كلية، ومتوازي السطوح المستطيلة أيضا سوف أجد له مساحة جانبية ومساحة كلية. لاحظ يا طالب، فلنبدأ بالمكعب. المكعب المساحة الجانبية هي مساحة الوجوه الأربعة المربعة التي تقع على جانبي الشكل المجسم، أي إنها مساحة أربع مربعات، لذلك تكون المساحة الجانبية 4 في طول الحرف في طول الحرف. اختصارا لهذا الكلام، أنت عايز طالب تكتب هذا القانون، قانون المساحة الجانبية للمكعب LA من lateral area، مساحة جانبية يساوي 4 في L في L. شنو هاي استاذ؟ شلون اجى هذا القانون؟
هو الال في ال طول الضلع في نفسه مساحة وجه واحد، هن أربع وجوه جانبية يساوين أربعة. أعزائنا الطلبة، المساحة الجانبية هي التي تقع في جوانب هذا الشكل، هذه أربعة أوجه، أربعة أوجه من غير الوجه الأعلى ومن غير الوجه الأسفل، لو كان معهم يسمى المساحة الكلية. إذن هو أربع أوجه جانبية، وكل وجه، لاحظ الطالب، لاحظ الوجه هنا هو مربع طول الضلع في نفسه L في L، في أربعة وجوه أصبح القانون أربعة في L في L. لاحظ عزيز الطالب، لو فتحنا هذا الشكل المكعب، لاحظ عزيز الطالب، نفتح هذا أوجه هذا الشكل المكعب هذا، لاحظ الأوجه باللون الأصفر هي الجوانب، لاحظ هي الجوانب، هذه القاعدة وهذه القاعدة العليا، الجوانب هي باللون الأصفر، إذن هي أربع جوانب. والكلية، الكلية تكون مع القاعدتين، هذه القاعدة العليا والقاعدة السفلى. أيضا قانونها سهل، بدل ما نضرب في أربعة نضرب في ستة، لأن ستة وجوه. إذن هذا حكينا عليها. المساحة الكلية هي مساحة الوجوه الستة المربعة التي تقع على سطح الشكل المجسم، أي إنها مساحة ست مربعات، لذلك تكون المساحة الكلية ستة في طول الحرف في طول الحرف. اختصاره هو هذا القانون، هذا أعزائنا الطلبة TA من Total Area، المساحة الكلية يساوينا ستة في L في L. أيضا بنفس الفكرة، L في L هي مساحة وجه واحد في ستة، فيكون المساحة الكلية أربعة جانبية وقاعدة عليا قاعدة سفلى، أصبحت ست أوجه مربعة متطابقة متماثلة، أجد مساحة مربع واحد وأضربها في ستة. قانونين سهلات وبسيطة. عفوا بس السطر، الفقرة الثانية، إذن مو بالنون بالألف، هاي جزء طبعة قديمة مستل. إذن حرف بدل النون ألف، يعني لغوية، مسألة لغوية. نعم استاذ عبد الله، هذه أي نعم، بدل النون أخلي طبعا، ما الكتاب اللي بستخدمه يمكن قديمه بهذه الطريقه. نعم بارك الله فيك. شكرا استاذ عبد الله. نعم اعزائنا الطلاب، مثال تطبيق لهذا الكلام، جد المساحه الجانبيه والمساحه الكليه لمكعب طول حرفه 12 سنتيمتر. ايضا هو راس منا اياه بالمثال، او ما مخلي به الوحده، طول حرفه 12. مساحه جانبيه شنو قانونها عزيز الطالب؟ 4 في L في L. والمساحه الكليه 6 في L في L. قانونين سهلات وبسيطات، طول الحرف موجود، مجرد تعويض مباشر. هذا هو أعزائنا الطلبة الـ L lateral area، 4 في L في L. L A يساوي 4 في 12 في 12، 12 في 12 144 في 4 576 سنتيمتر تربيع. أعزائنا الطلبة، الوحدات مربعة بالمساحات ومكعبة بالحجوم. هو طلب المساحتين، يعني المساحة الجانبية، هذه المساحة الجانبية، والمساحة الكلية التوتال اريا، وهي 6 في اي في اي، 6 في ال، 6 في ال في ال، ويساوينا 6 في 12 في 12، ويساوينا 864 سنتيمتر تربيع. مساحة الكلية لهذا المكعب، مساحة وجه واحد في ستة أوجه. الآن أعزائنا الطلبة، نتكلم عن متوازي السطوح المستطيلة، وأيضا مساحته الجانبية ومساحته الكلية. هذا أعزائنا الطلبة متوازي السطوح المستطيلة، مساحة الجانبية، هذه هي المساحة الجانبية، هي الجوانب من غير الوجه الأعلى ومن غير الوجه الأسفل. لاحظ الأوجه تمثل شكلين متطابقين، كل منهما شكلين متقابلين متطابقين. سوف نجد مساحة الجانبية، ومن ثم نجد المساحة الكلية. المساحة الكلية أكيد زائدا مساحة الوجه الأعلى ومساحة الوجه الأسفل. إذن أعزائنا الطلبة، المساحة الجانبية هي مجموع مساحة زوجين من المستطيلات الجانبية،
أي قانون المساحة الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة أي 2 في الطول زائد العرض في الارتفاع. وتقدر تختصرها بهذا القانون. هذا القانون هو المساحة الجانبية لمتوازي السطوح المستطيل LA lateral area يساوي 2 في L زائد W في H محيط القاعدة. هذا هو محيط القاعدة. هي القاعدة شكلها مستطيل، محيطها الطول زائد العرض في 2، فهو سميناها محيط القاعدة لأن شكلها مستطيل الطول زائد في الارتفاع، فسماها محيط القاعدة في الارتفاع. أو تكتبه بهذا الشكل الرمزي، هو LA يساوي 2 في L زائد W في H. ال L هو طوله وال W هو عرضه وال H هو الارتفاع. هنا ال lateral area المساحة الجانبية، وال L طول القاعدة، وال W عرض القاعدة، وال H الارتفاع. لاحظ أعزائنا الطلبة هذا الشكل، لو فتحنا هذا الشكل متوازي السطوح المستطيلة، لاحظ من غير القاعدتين، من غير هذين القاعدتين، هذا هو الوجه. لاحظ أيضا طالب، هذا مستطيل وهذا مستطيل وهذا أيضا مستطيل، هذه هي أشكال أو تكون مستطيل مع مربع. سوف نجد هذه مساحة، لاحظ أيضا طالب، هذه مساحة المحيط القاعدة في الارتفاع، هي هذه الوجوه. أنت مجرد عليك تكتب القانون وتعوض الأعداد. المساحة الكلية هي نفس المساحة الجانبية ونضيف لها مساحة القاعدتين العليا والسفلى. شكل القاعدتين العليا والسفلى هي مستطيل، مساحة الطول في العرض، ولكنهم قاعدتين، إذن سوف أيضا أضربها في 2. المساحة الكلية هي مجموع مساحة الوجوه 6 للمستطيلة التي تمثل سطح الشكل المجسم، أي إنها مجموع المساحة الجانبية مع مجموع مساحة القاعدتين. لذلك المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، أو تكتفي بهذا القانون. TA total area 2 في W في H هو الحد هنا مساحة جانبية، هو الحد هنا مساحة جانبية، زائدا أي مضاف لها مساحة القاعدتين العليا والسفلى. كل القاعدتين شكلهما متطابق، شكلهم مستطيل الطول في العرض، وبما أنهم شكلين وجهين ضربناهم في 2. إذن هذا هو قانون التوتال إيريا المساحة الكلية لمتوازي السطوح المستطيلة. خلنا نطبق هذا الكلام على مثال لمتوازي سطوح مستطيلة، أجد مساحته الجانبية وأجد مساحته الكلية. لاحظ عز الطالب، هنا مثال جد المساحة الجانبية والكلية لمتوازي السطوح المستطيلة الذي أبعاده 8 سنتيمتر و4 سنتيمتر و3 سنتيمتر، وأيضا موضحة بهذا الشكل. هذا هو الطول 8، هذا هو الطول، هذا هو العرض 4، هذا هو الارتفاع 3. إذن أعزائنا الطلبة، هذا هو المساحة، هذا قانون المساحة الجانبية، المساحة الجانبية لمتوازي السطوح المستطيلة، وهو LA يساوي 2 في L في D 2 في L زائد W في H محيط القاعدة في الارتفاع. ال L موجود وهو 8، وال W موجود وهو 4 العرض، والارتفاع أيضا موجود وهو 3. مجرد تعويض، ومن ثم تجري عملية ترتيب العمليات على هذه العملية. الطول 8 زائدا ال L 4 اللي هو 12 في 2 في 3 ويساوي 72 سنتيمتر تربيع مساحة جانبية لمتوازي السطوح المستطيلة. إذا عايز طالب لا تنسى القانون، ال LA يساوي 2 في L زائد W في H مساحة الجانبية. هو أيضا يطلب المساحة الكلية، أيضا يطلب المساحة الكلية. هذا عزيز الطالب المساحة الكلية، المساحة الكلية،
المساحة الكلية تي اي يساوي 2 في قوس ال زائد دبليو في اتش زائد مساحة القاعدتين 2 في ال في دبليو، كلها موجودة ال والدبليو اتش، مجرد تعويض في القانون وتجري عليها عمليات. ترتيب العمليات ينتج الناتج 136 سنتيمتر تربيع. قد يسأل طالب يقول استاذ احنا ليش عوضنا مرة لخ؟ عفوا عليك، وبالخطوة اللي قبلها احنا اوجدناها بالخطوة اللي قبلها، ليش ما نعوضها مباشرة في هذا الموقع او بالخطوة اللي قبلها استاذ سامي؟ نعم بالخطوة اللي قبلها بدون تعويض، بدون ما يرتب ويعوض. نعم هذا صحيح وجائز انه تعوض 72 بعد ان تكتب القانون، بعد ان تكتب القانون لا يوجد اي اشكال. هذا شو وقت انا اقدر اسوي هاي الحالة؟ من السؤال بالمطلبين، المطلب الأول المساحة الجانبية والمطلب الثاني المساحة الكلية. المساحة الجانبية موجودة مباشرة أعوضها، ليش مرة لوخ أجري عليها عمليات حسابية؟ أما إذا طلب بس المساحة الكلية فلا، فأنت مجبر أكيد إن أصلاً ما عندك مساحة جانبية. إذا أعزائنا الطلبة هذا هو الـ 136 المساحة الكلية سنتيمتر تربيع. خلينا نشوف بعد إيش عندنا. سؤال تدرب ومسائل حياتيه، حوض سباحه، حوض سباحه على شكل متوازي سطوح مستطيل، هذا اعزائنا الطلبه هذا هو حوض السباحه. ابعاد قاعدته 8 متر و4 متر، اي الطول L 8 والعرض W 4 وارتفاعه قال ارتفاعه 2.5 متر. طوله 8 متر، عرضه 4 متر، ارتفاعه 2.5 متر. يراد رصفه أي تغطيته بقطع مربعة من السيراميك، طول حرفها 0.2 متر. احسب عدد القطع اللازمة لذلك. سؤالي من واقع الحياة، كيف أحتاج هذا القانون متوسط المستطيل حجمه ومساحته جانبية في واقع الحياة؟ لو كان عامل بناء يرغب في أن يغطي هذا الحوض بقطع السيراميك سوف يلتجئ إلى هذه القوانين التي نستخدمها. هذا كلها من واقع الحياة اللي نحتاجه. فالحوض هو شبيه الحوض بمساحة جانبية وبمساحة بقاعدة، بس ما بيرتفع ما بوجه أعلى. إذن بمساحة جانبية ماكو إشكال، وبقاعدة سفلى بس ما بوجه. إذن هذا ايش راح نعبر عنه؟ أول مرة راح أجد المساحة، ما راح أسميها الكلية، راح أجد المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة السفلى، ومن ثم أجد مساحة قطعة السيراميك اللي راح يخليها، هذا عامل البناء، قطعة السيراميك أيضا شكلها شكل مربع سوف أيضا أجد مساحتها. لاحظ عايز الطالب، هذا المساحة الجانبية للحوض، المساحة الجانبية للحوض L A يساوي 2 في قوس W L زائد W في H، اللاترال اريا 2، الطول 8، العرض 4، ال H 2.5، 8 في 2 12 في 2 24 في 2.5 ويساوي 60 متر مربع. هذه هي المساحة الجانبية. الآن سوف أجد قاعدة الحوض اللي شكلها شكل مستطيل، لان حجم شكل المحوض هو متوازي سطوح مستطيله. ما هو طوله؟ طوله 8 وعرضه 4. اذا اعزائنا الطلبه مساحه قاعده الحوض الاي يساوينا الطول في العرض، لان شكلها مستطيل، الطول 8 في 4 ويساوينا 32. اجمع المساحتين، أجمع المساحتين هي المساحة المطلوب رصفها في الحوض، المساحة الجانبية ومساحة القاعدة. الوجه الأعلى هو مسبح، ما بوجه أعلى، ويساوي 92 متر مربع مجموع المساحة الجانبية والقاعدة. الآن هسه راح نروح لقطعة السيراميك، قطعة السيراميك اللي راح يخليه هذا عامل البناء شكلها مربع، أجد مساحتها. هو ايش قد طول ضلعها؟ ذاكر لي من السيراميك، طول حرفها 0.2 متر، وايضا الوحدات متساويه، مساحه شكلها مربع،
طول الضلع في نفسه مساحة قطعة السيراميك المربعة أي يساوينا طول الضلع في نفسه 0.2 في 0.2 ويساوينا 0.04 متر تربيع مساحة قطعة السيراميك. إذن إيش راح نسوي هسه؟ نقسم المساحة اللي أنتجناها من الجانبين والقاعدة أسفلة تقسيم مساحة قطعة السيراميك راح يطلع عدد القطع. لاحظ عزيزي الطالب هذا، لاحظ عزيزي الطالب عدد قطع السيراميك يساوينا 92. هذا شنو؟ المساحة اللي أوجدتها 92 من الجانبية والقاعدة أسفلة تقسيم مساحة قطعة السيراميك 92 تقسيم 0.04. تستطيع أن ترفع الفارزة وتضع صفرين. أحسنت أستاذ. 9200 بالقسمة على 2 على 2 سوف ينتج 2300 قطعة يحتاج حتى يغطي هذا الحوض بالسيراميك. سؤال جدا جميل ولطيف من واقع الحياة. ننتقل أعزائنا الطلبة إلى سؤال آخر، أيضا سؤال جميل هذا أستاذ عبد الله. أكيد أستاذ سماح. سؤال فكر، هو سؤال تحدي. رصفت 45 قطعة خشبية، هذه يا عزيز الطالب لاحظ هذه القطع الخشبية المرصوفة، رصفت 45 قطعة خشبية كل منها على شكل متوازي سطوح مستطيلة، يعني كل واحد من عندهم هو شكله متوازي سطوح مستطيلة. زين، قاعدتها مربعة أي الطول نفس العرض، الطول نفس العرض، الطول نفس العرض، الارتفاع يختلف. قاعدتها مربعة، طول حرفها 2 أي الطول 2 سنتيمتر وعرض قاعدته أيضا 2 سنتيمتر. ارتفاعها شقد؟ ارتفاعها 3 سنتيمتر كما في الشكل المجاور. احسب المساحة الكلية للمجسم الناتج، احسب المساحة الكلية للمجسم الناتج، أيضا سؤال جميل أعزائي الطلبة، ركزوا وياي راح أجري تأشيرات على هذا الشكل. الشكل الناتج أعزائي الطلبة هو أيضا شكله متوازي سطوح مستطيلة. إذا سوف أجد طول نهائي لهذا الشكل المجسم وعرض نهائي لهذا الشكل المجسم وارتفاع نهائي لهذا الشكل المجسم. لاحظوا مع التأشيرة أعزائنا الطلبة، نأتي على الطول، طول 2، طول قاعدته 2 سنتيمتر، هنا 2، هنا 2، هنا 2، هنا 2. يا ريت تثبتها أستاذ سماح، يا ريت تثبتها بقلم ثابت يعني. نعم. حتى يصير. هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2. نعم. سوف أجد طول نهائي لهذا متوازي سطوح المستطيلة. 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2. أو ليش هيك؟ خلينا نسهلها بعد. هو كم قطعة؟ 1 2 3 4 5. فمعناها 2 في 5 10. 10 هو الطول النهائي لهذا الشكل المجسم. بنفس الطريقة راح نسويها بالعرض. العرض هو ايضا عرضه 2 لان قطعته مربعه، ايضا هنا 2 وهنا 2 وهنا 2. كم قطعه موجوده وبشكل واضح انها 3؟ اذا 2 في 3 6، اصبح عرض جديد لهذا الشكل المجسم. ونفس الكلام وين؟ بالارتفاع. الارتفاع هو 3 3 3. فما هو الارتفاع النهائي لهذا الشكل المجسم؟ طول الارتفاع 3 في 3 قطع 9. إذن أصبحت المقاسات أعزائنا الطلبة، لاحظ الـL يساوينا 2 في 5 قطع 10 سنتيمتر طول نهائي للشكل المجسم، والعرض 2 في 3 قطع 6 سنتيمتر عرض نهائي للشكل المجسم، والـH الارتفاع طول الارتفاع 3 بـ3 قطع 9. فهذه أبعاد الشكل المجسم النهائي، قانون الطول في العرض في الارتفاع. لاحظ عزيز الطالب هذا
التوتال اريا، عفوا التوتال اريا يساوي لنا 2 في ال زائدا دبليو في اتش زائدا 2 في دبليو ال زائد دبليو. يطلب المساحه الكليه، يطلب المساحه الكليه، هذا هو قانون المساحه الكليه، مساحه جانبيه زائد مساحه القاعدتين 2 في ال زائد دبليو في اتش زائد مساحه القاعدتين 2 في دبليو. نجري عمليه التعويض، نجري عمليه التعويض اعزائنا الطلبه، نلاحظ انه التوتال اريا هنا اجرينا التعويض، ال L هو 10، W العرض 6، ال H الارتفاع 9، وهنا ايضا اجريت عمليه تعويض بقيام بالترتيب العمليات 10 زائد 2 16 في 2 32 في 9 288، 2 في 6 12 في 10 120، نجمع ال 288 في 120 ينتج 480 سنتيمتر مربع، هو المساحة الجانبية لهذا الشكل المرصوف بقطع من الخشبية. هذا هو الشكل المرصوف. هل لديك سؤال سابق؟ عفوا استاذ سماح، دا اضرب الارقام وياك على مود خاف اكو فد شيء. لا ما ان شاء الله ما عندنا شيء. 6 ويا 10 16 بالاثنين 32، من اضربها بتسعه ان شاء الله ماكو شيء، 18 27 28، خلاص ماكو اي مشكله. نعم ان شاء الله نجريها لكي للسرعه نستفاد من اكثر. نعم عدد من الاسئله. تاكد من فهمك اعزائنا الطلبه، سؤال تاكد من فهمك وهو عن المكعب طول حرفه 2.4 سنتيمتر فما مساحته الجانبية. هو سؤال ثاني من أسئلة تأكد من فهمك عن المكعب، عن المكعب يطلب مساحته الجانبية. أنا أحتاج بالمساحة الجانبية أو مساحة الكلية بالمكعب أحتاج بس طول حرفة، وانطاني إياه 2.4 سنتيمتر. قانون المساحة الجانبية ما هو عز الطالب؟ سهل، 4 في L في L، وأجري عملية التعويض، ال L A يساوي 4 في L في L، ونجري عملية التعويض التي هي 4 في 2.4 في 2.4، L في 2.4 في 2.4 ناتج من النهائي 23.04 سنتيمتر تربيع، هي المساحة الجانبية لهذا الشكل المكعب. هذا ما يسمح به الوقت أعزائنا طلبة. إن شاء الله نتمنى استفاديتوا من درسنا لهذا اليوم عن الشكلين اللي هما المكعب ومتوازي السطوح المستطيلة. أوجدنا حجومهم ومساحتهم الجانبية ومساحتهم الكلية. وشكراً لتواجد أستاذ عبد الله معانا وعلى مداخلاته اللطيفة. شكراً أستاذ عبد الله. بالعكس أنا اللي أشكرك أستاذ سماح، وشكراً لطلبتنا. نتمنى لكم النجاح إن شاء الله الدائم، إضافة إلى الفهم والاستيعاب الدائم الذي سيخدمك مستقبلا أستاذ سماح. شكرا أستاذ عبد الله. نعم أعزائنا الطلبة، نلتقي معكم في دروس قادمة إن شاء الله، ولا يفوتني أن أشكر الكوادر الفنية على جهودهم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.